مشاهدينا ومتابعونا الاعزاء مستمعونا الافاضل، لازلنا متواصلين مع هذه الانطلاقات والتحديات الحاضره في هذا الصباح. ينطلق شوطنا الثامن في هذه اللحظات والمخصص للقعدان للسن الفطامي لمسافة 1500 متر. هي الرحلة الحاضرة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات التي تندفع بقوة من أجل الناموسي والانتصار. أوتابع البيتوية وأرصد المركز الأول، شاهين من يقود الصدارة، حرام بن محمد بن هويدن الاكتبي من يدفع بهذا الشعار. ثاني الأسماء الشباب قادم راد بن سيب الراشد بن سيب بن خصيب مع ثاني المراكز، وثالثا من الجانب الآخر مخلاب علي بن راشد بن سعيد الخاصوني الاكتبي، ورابعا تدخل شاهين سالم بن عبد الله المتويج الاكتبي مع رابع الاسماء، وخامسا تدخل في هذه الانطلاقه هنا هملول علي بن مطر بن محمد بن محيان الاكتبي. هكذا هي النتيجه، هكذا هو التحدي، هكذا هو المسار. بدات السرعه من الان، وصلوا اهل الطلايب يا بن هويتن، وصلوا في هذه الاندفاعات، ولكن الصداره مع شاهين القادم في هذه الاندفاعه. حرام بن محمد بن هويتن الاكتبي من يقود الصدارة، والقادمين أخطر في هذه اللحظات، ولكن بن هويد لم يستسلم. المركز الثاني كابو طارش بن علي بن بخيت المسافري، وثالثا هناك السنيار يعرب بن صغير بن مرخان، ولكن بن هويدن هذا الشعار الذي لا يقهر يقدم هذه النوعيات، يقدم هذه الأسماء. شاهين يا شاهين هنا الحاضر بهذه الاندفاعات، حرام بن محمد بن هويدن الاكتبي. النقطة الثانية إلى هذا الشعار، إلى بن هويدن. سلام ابو محمد سلام، تهانينا وناموسي مالك شاهين. حرام بن محمد الهويدن الاكتبي ثانيا، كان وصولك هناك من حضر كفو اللي طارش علي بن بخيت المسافري. المركز ذاك وصول شاهين ناصر بن عبيد الراشد. عطني جت توقيت الزمن دكتور 8:43 من الثانية، هو التوقيت شاهين الحرام بن محمد بن هويدن على اكتبي. سلام بن هويدن، سلام تهانينا والناموس.